السلام عليكم، أهلا بحضراتكم في المحاضرة رقم 10، وهي المحاضرة الأخيرة في الفصل الدراسي بتاعنا لمقرر إدارة المشاريع الرشيقة. هيبقى عنوان المحاضرة دي Challenges and Trends in Agile Project Management، أو أهم التحديات والتوجهات في إدارة المشاريع الرشيقة. هنتعرف من خلال المحاضرة دي على أهم التحديات اللي بتواجهنا أثناء تطبيق أساليب إدارة المشاريع الرشيقة، وكذلك هنتعرف على أهم التوجهات المستقبلية اللي بتشكل مستقبل إدارة المشاريع الرشيقة أو الأجايل بروجكت مانجمنت. المحاضرة السابقة كنا تعرفنا فيها على دور مدير المشاريع في الأجايل بروجكت مانجمنت، وزي ما كنا شفنا ان دوره بيبقى مختلف عن التراديشنال بروجكت مانجمنت بشكل كبير. دوره بيهتم اكتر بالتيسير، تيسير ورش العمل، تيسير الاجتماعات، دعم فريق العمل، السبورت بتاعهم، تطوير فريق العمل، وإزالة العقبات، وبناء او ايجاد الرايت انفايرمنت او بيئة العمل المناسبة اللي بتخلي الفريق يقدر ان هو ينفذ الاعمال المطلوبة منه. قلنا ان الفاليوز والبرينسبلز بتاعت الاجايل، اللي هو الاربع فاليوز الرئيسيه وال12 برينسبل، هم بيبقوا المرجع الرئيسي اللي بيوجه الاجايل بروجكت مانجر وبيقول له هو المفروض يعمل ايه لاداره المشروع بناء على الفاليوز والبرينسبلز دي. اتكلمنا عن مفهوم السيرفنت ليدرشيب والقياده الخدميه، وقلنا ان هو بيركز على مساعده الاشخاص على التطور وعلى الوصول بمستويات أدائهم إلى أفضل أو أعلى المستويات. وطبعاً الأجايل أبروتشز بتهتم باستخدام السيرفنت ليدرشيب، أو بترشح دايماً السيرفنت ليدرشيب كأسلوب مناسب لقيادة فرق العمل في بروجكتس اللي هي الأجايل أو المشاريع الرشيقة، لأن ده بيساعد على مساعدة ودعم فريق العمل وإيجاد البيئة الإيجابية اللي بتساعد على زيادة الأداء ورفع معدلات الأداء للفريق. اتكلمنا عن فريق العمل في الأجايل، وقلنا ان هو لازم يبقى مكون من T-shaped people أو generalized specialists، وان الفريق ده لازم يبقى dedicated للمشروع ويبقى موجود أو متواجد في مكان واحد، يبقى co-located. دي العناصر دي من العناصر الرئيسية أو الأساسية لنجاح الأجايل بروجكت تيمز، واللي لازم ان احنا نحاول ان احنا نوجد هذه العناصر علشان نقدر ننجح في المشروع بتاعنا. دي اهم النقاط اللي كنا اتكلمنا فيها في المحاضرة السابقة. الجزء الاول من المحاضرة هنتكلم فيه عن الأجايل بروجكت مانجمنت تشالنجز، او اهم التحديات اللي بتواجه تطبيق او تنفيذ اساليب الاجايل في الشركات وفي المشاريع المختلفه. وهنتعرف من خلال الجزء ده على حوالي 9 أو 10 تحديات رئيسيه، وتعتبر هي اهم التحديات اللي بتواجه الاجايل. التحدي الاول اللي بيواجهنا دايما هو الريزيستنس تو تشينج، او مقاومه التغيير والانتقال الى الاجايل بروجكت مانجمنت. عادة بنلاقي المقاومة دي أو الريزيستنس دي في فريق العمل نفسه وفي الستيك هولدرز أو الأطراف المعنية بالمشروع. هم ممكن يقاوموا لما تكون إن إحنا بنحاول نطبق منهجية أجايل بروجكت مانجمنت كأسلوب جديد لإدارة المشاريع، وطبعا الفريق نفسه مثلا متعود على التراديشنال، وكذلك الأطراف المعنية اللي موجودة ضمن المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها كلها بتشتغل بالتراديشنال، فبالتالي هنا بيبقى فيه مقاومة للتغيير. سبب المقاومة دي غالبا بيبقى نابع من الخوف، الخوف من التغيير، الخوف من عدم معرفتهم أو عدم فهمهم للأجايل بروجكت مانجمنت بيتطلب إيه ونتائجه بيبقى شكلها إيه، أو عدم قدرتهم على فهم النتائج بتاعة الأجايل أو المزايا اللي بتنتج من تطبيق منهجية الأجايل. كل العوامر اللي هي الفير واللاك اوف اندرستاندينج وسكبتسيزم اباوت البنفيتس دول بيؤدي إلى وجود مقاومة للتغيير عند البدء في تطبيق الأجايل بروجكت مانجمنت في شركة. أثر ده طبعا أو الإمباكت بتاعه علينا بيبقى بيعرقل عملية التحول، أو hinders the smooth transition to agile practices، بيعرقل شوية عملية التحول وبينتج عنه مشاركة أقل. الناس بتبقى خايفة، مترددة في المشاركة، مترددة في تطبيق البراكتسز بتاعت الأجايل،
وطبعا برضو مع قلة المشاركة دي بيقل التعاون بين الناس لأن كله متخوف من الأجار. طيب إيه اللي احنا ممكن نعمله علشان نقدر نتغلب على التحدي ده؟ إيه الاستراتيجيات اللي ممكن نعملها؟ أول حاجة طبعا ممكن إن احنا بنعمل conducting change management workshops، بنعمل ورش عمل نوضح للناس إيه سبب إن احنا هنطبق الأجايل practices، إيه المنافع أو البنفيتس that we expect من الأجايل practices أو من تطبيق الأجايل practices في المشاريع بتاعتنا. ورش عمل برضو لتدريب الأشخاص على أهم أساليب ومنهجيات الأجايل عشان يبقى عندهم المعرفة الكافية اللي تخليهم إن هم يطبقوا ده. توصيل أو شرح المنافع اللي هتعود علينا من الأجايل ميثودولوجيز بشكل تفصيلي، ده بيساعد كتير جدا. وكذلك اللي ممكن نعمله إن احنا نبني ثقافة كده أو فوستر كالتشر اللي بتتبنى دايما الكونتينوس امبروفمنت أو التحسين المستمر. فإيجاد أو بناء ثقافة في الشركة أو في الفريق اللي أنا بأديره بتتبنى مبدأ التحسين المستمر، ده بيخليهم إن هم لما بيصادفهم انتقال حاجة زي الانتقال إلى أجايل بيبدأوا بقى هم يفكروا ويشوفوا إيه المنافع بتاع ده وإيه المزايا بتاع ده، فبقى فيه نوع من الحماس للتغيير ده كنوع من التطوير المستمر ليهم لمهاراتهم والتطوير المستمر للعمل برضو يعني. فدي بعض الحاجات اللي حضراتكم ممكن إن احنا بنعملها علشان إن احنا نتغلب على مقاومة التغيير للانتقال إلى الأجايل بروجكت مانجمنت. التحدي الثاني الحقيقة مرتبط بالتحدي الأولاني وهو الكالتشرال الالاينمنت أو محاذاة الثقافة. حضراتكم طبعا لما بنشتغل إن احنا بنحاول ننتقل أو نطبق مبادئ الأجايل بروجكت مانجمنت لازم في مؤسسة كبيرة أو في إدارة مثلا الإدارة اللي خاصة بإدارة المشاريع لازم بتأكد إن ثقافة المؤسسة دي أو ثقافة الإدارة دي في يعني تحازي بين مبادئها وقيمها الفاليوز بتاعتها وبين القيم والمبادئ بتاعه الأجايل. طبعا اي مؤسسه بتبقى الفاليوز والكالتشر بتاعتها بتيجي من الميشن والفيجن الرؤيه والمهمه والفاليوز او القيم الاساسيه، فلازم ان انا براجع القيم الاساسيه دي واتاكد ان هي تشمل القيم والمبادئ بتاعه الأجايل اللي هي زي على سبيل المثال الكاستمر ساتسفاكشن او ارضاء العميل، زي ديليفرينج فاليو انه ان انا بسلم قيمه للعميل، زي الكولابوريشن والكوميونيكيشن او تشجيع التعاون والتواصل المستمر بين فريق العمل وبعضه، زي السمبلستي تبسيط الامور، زي ان التعاقدات او العلاقات اهم من التعاقدات. التعاقدات طبعا مهمة لكن التركيز على بناء علاقات جيدة مع الاطراف المعنية سواء كانوا موردين وعملاء، دول بالنسبة لي حاجة مهمة جدا. فالحقيقة ان هو لازم ان انا براجع الثقافة دي او القيم بتاعت المؤسسة وتأكد انها متحازية مع مبادئ وقيم الاجايل علشان ينجح الانتقال الى الاجايل. وطبعا ده انا بصادفه اكتر في المؤسسات التقليدية على سبيل المثال المؤسسات الحكومية او المؤسسات اللي بتعتمد بشكل كبير على الجوفرنس الحوكمة والكنترول، وجود كنترول براكتسز او ممارسات كتيرة للتحكم في العمل والتأكد من توافقه مع المعايير. فطبعا في المؤسسات دي اللي بتعتمد على الستراكشر او بتعتمد على الجوفرنس والكنترول بتبقى الريزيستنس فيها او المشكله فيها اكبر من ناحيه محاذاه الثقافه. اثر طبعا عدم محاذاه الثقافه للاجايل براكتسز ان في النهايه بيبقى فيه مقاومه للفاليوز والبرنسبلز او براكتسز بتاعت اجايل، وده طبعا بيمنع او بيعرقل عمليه التعاون وبيعرقل عمليه الانوفيشن بشكل كبير جدا يعني. فعدم التحازي بين الثقافه وبين ثقافة الأجايل ده بيؤثر بشكل كبير على تطبيق مبادئ الأجايل. الاستراتيجيات اللي حضراتكم ممكن أنكم تعملوها في هذه الحالة هو برضو بناء ثقافة بتركز على الشفافية وبتركز على التعلم المستمر والتطوير المستمر، إن احنا نلجأ إن احنا نشجع القيادة في المؤسسة دي لدعم وتشجيع عملية الانتقال إلى مبادئ الأجايل والانتقال إلى الأجايل بروجكت مانجمنت او الأجيليتي بشكل عام يعني. فطبعا اشراك القادة هنا والتأكد من دعمهم
وتشجيعهم للناس على تبني مبادئ الأجايل برينسيبلز بيساعد بشكل كبير على التغلب على النقطة بتاعة الكالتشرال ألاينمنت، لأن الناس لما بتلاقي أن القيادة مركزة على الأجايل برينسيبلز ومتبنية الأجايل برينسيبلز، ده بيقلل كتير من المقاومة وبيشجع الناس أن هي تبدأ أن هي تشارك معنا. تالت تحدي عندي هو سكيلينج الأجايل أو استخدام الأجايل في المشاريع الكبيرة والمؤسسات الكبيرة والمشاريع الأكثر تعقيدا اللي فيها أطراف متعددة. وطبعا اتكلمنا عن النقطة دي كتير في الجزء بتاع الهايبريد بروجكت مانجمنت أو تطبيق المنهجية الهجين أو الخليط اللي بتدمج ما بين الترديشنال والأجايل، واتكلمنا عن سيف منهجية سيف، وتكلمنا عن منهجية ديسيبليند أجايل. فالحقيقة طبعا ده من التحديات الرئيسية اللي بتواجه تنفيذ مبادئ الأجايل أو تطبيق الأجايل في الشركات، لأن طبعا تطبيق الأجايل على مشاريع كبيرة زي ما شفنا بيتطلب تنسيق ما بين جهات مختلفة ومحاذاة ما بين فرق العمل المختلفة، لأن احنا هنا بنتكلم عن فرق عمل كبيرة، فبنشتغل بسكرام اوف سكرامز ومالتيبل تيمز ومالتيبل ديبارتمنتس، إدارات مختلفة. فطبعا كل ما المشروع بيكبر وعدد الناس اللي بتشتغل فيه بيكبر، كل ما بده بيضيف صعوبات وتعقيدات على إدارة المشروع بالأسلوب الرشيق. يعني أثر ده طبعا إنه هو في المشروعات دي بيبقى فيه طبعا بعض التعقيدات في إدارة المشروع وتطبيق منهجية الأجايل في المشروعات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة، بتصادفها بعض الصعوبات، بيبقى فيه صعوبة في الورك فلو، تدفق العمل ما بين الفرق المختلفة وما بين الإدارات المختلفة اللي مشاركة في تنفيذ مشروع واحد، لأن طبعا هنا في الحالة دي الفرق دي والإدارات دي ما بتشتغلش بنفس مفهوم الفريق الصغير الخمس إلى تسع أشخاص اللي هو لو فريق أجايل واحد بيبقى فيه تعاون مستمر وتواصل مستمر والناس موجودة مع بعض. لكن كل ما العدد بيكبر وإدارات وجهات مختلفة بتدخل فيه، كل ما ده بيصعب من إدارة المشروع، وطبعا بيبقى فيه احتمالية ان يبقى فيه misalignment وcommunication gaps، فعقبات وفجوات في التواصل وفي فهم الأهداف وفهم اللي مطلوب من كل فريق. فده طبعا يعني تحدي رئيسي في الأجايل هي فكرة سكيلينج أجايل. ومن الاستراتيجيات اللي اتكلمنا عليها ان احنا نطبق حاجة زي السكيلابل أجايل فريمورك اللي هو سيف، حاجة زي سيف او حاجة زي ديسيبليند أجايل بتاعة بروجكت مانجمنت انستيتيوت، او ان انا لو مش هطبق منهجية من دول واحدة من الهايبريد ميثودولوجيز اللي كنا اتكلمنا عليها في المحاضرة الخاصة بالهايبريد ميثودولوجي، هو ان انا ابذل مجهود كبير في ان انا احط clear communication channels، يبقى في قنوات تواصل واضحة وقواعد للتواصل بين الفرق المختلفة و cross functional collaboration، بمعنى ان انا اوجد التعاون بين الادارات وبين الفرق المختلفة. هنا بيبقى العبء اللي هو scaling الاجايل هنا هيقع على مدير المشروع، ان هو اللي لازم يحط الاجراءات اللي تضمن التواصل بين الفرق المختلفة والتعاون بين الفرق المختلفة. فده يعتبر التحدي الثالث وهو سكيلينج الأجايل فريمورك. التحدي الرابع اللي عندنا هو lack of experience، وده طبعا لما يبقى فريق العمل اللي بينتقل للأجايل براكتسز أو للأجايل بروجكت مانجمنت ما عندوش الخبرة الكافية في الأجايل، فبالتالي بتصادفوا مشاكل في الإفكتيف إمبليمنتيشن، ما بيقدرش أنه هو يطبق الأجايل بروجكت مانجمنت بشكل فعال. يعني طبعا ده ليه أثر كبير جدا على المشروع أو على المشاريع اللي بنحاول نطبق فيها مبادئ الأجايل بفريق ما عندوش خبرة، إن بيحصل ميس أندرستاندينج أو سوء فهم كتير مثلا لدوري، دور الناس في الأجايل إيه، مسؤولية كل واحد إن هو يعمل إيه، اعتماد اتخاذ القرارات على فريق العمل أكتر من مدير المشروع، أو حتى ميس أبليكيشن أوف أجايل ميثودولوجيز، عدم التطبيق أو تطبيق الأجايل ميثودولوجي بشكل خاطئ، إن احنا نشيل مثلا الكنترول فقط اللي هي الحاجات اللي هي كل الحاجات، طبعا الأجايل الكنترول أقل فيه مثلا أوكي، ولكن مع ذلك احنا كفريق عمل ما نبقاش كوميتد، فده طبعا هيؤدي إلى عدم الفاعلية يعني. فبالتالي ده هينتج عنه احتمالية ان المشروع يتأخر project delays وزيادة المخاطر او يتكلف اكتر، او زيادة المخاطر عامة لفشل المشروع او تأخره او زيادة الموازنة بتاعته يعني.
طيب احنا ممكن نعمل ايه علشان نتغلب على التحدي ده؟ ان طبعا قبل ما اي فريق يشتغل في الاجايل بروجكت مانجمنت او يشتغل باسلوب الرشيق، لازم ان احنا نديله كومبريهنسيف اجايل تريننج، يعني لازم يواخدين تريننج جيد جدا على مبادئ الاجايل ومنهجيات الاجايل وكيفية تطبيق منهجيات والاجايل. وبالاضافة لكده، بالاضافة للتدريب ده، لازم في زي منتورشيب بروجرام، يعني او برنامج توجيه، ان دايما الناس في الفريق سواء بقى قائد الفريق، مدير المشروع، او الناس اللي من الفريق اللي عندها خبرة، انها لازم توجه زمايلها خبرة في الاجايل، توجه زمايلها بشكل دوري وشكل مستمر علشان يقدروا ان هم يؤدوا الادوار اللي مطلوبة منهم بشكل جيد. وبالاضافة لكده برضو، لازم احنا من خلال عمل الفريق نعمل زي knowledge sharing sessions، يعني جلسات كده بنقعد فيها ان احنا نتبادل الخبرات بيننا ونتبادل المعرفة والمعلومات بيننا، بحيث ان هو ده يساعد في زيادة معلومات الفريق وزيادة خبرة الفريق ككل. يعني تشارك الخبرات بين أعضاء فريق العمل بيساهم بشكل كبير جدا في رفع مستوى فهم الناس للأجايل. ففي بعض الحاجات اللي ممكن ان احنا نعملها: التدريب، منتورشيب بروجرام او توجيه مستمر من الناس اللي عندها خبره، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات المستمر بين فريق العمل. خامس تحدي عندنا هو الانكمبليت اجايل ترانسفورميشن، او التحول الغير الكامل للاجايل. ده طبعا ليه صور كتيره جدا، ممكن يبقى في صوره ان احنا مشاريع نشتغل فيها اجايل ومشاريع اخرى نشتغل فيها تراديشنال، او ان يعني طريقه تطبيقنا للاجايل تختلف من مشروع الى اخر، او نطبق في اداره المشاريع جزء من الاجايل وما نطبقش الاجزاء الباقيه. فده طبعا كل دي حاجات بتؤدي الى incomplete agile transformation، يعني فده بينتج عنه ان بيبقى فيه كده عدم يعني inconsistency في المشروعات، ان في شغالين بطريقه هنا وشغالين بطريقه هنا، والناس مش عارفه التوجه العام هيبقى اجايل ولا التوجه العام هيبقى تراديشنال ولا التوجه العام هايبريد. يعني فده بيؤدي الى ان مش كل الناس بتبقى عارفه مبادئ الاجايل، مش كل الناس بتشتغل بالاجايل، وده بيؤدي الى سوء فهم وكونفيوجن ولخبطه عند الناس كده، وعدم فعاليه بشكل عام على مستوى المشاريع اللي بنطبق فيها سواء الاجايل او التراديشنال. يعني في الحقيقة انه هو يعني تخوف القيادة او الادارة في بعض الاحيان من تطبيق الاجايل بشكل كامل بيؤدي الى الانكمبليت اجايل ترانسفورميشن، وبينتج عنه مشاكل كتير. نقدر نعمل ايه علشان نعالج النقطة دي؟ ان يبقى عندي من البداية خطة او خارطة طريق، رود ماب كده، كومبريهنسيف رود ماب فور اجايل ترانسفورميشن، خطة كاملة للتحول الاجايل. والخطة دي اشاركها مع الناس واوصلها لهم واشرحها لهم واقول لهم هنبدأ بايه وايه اللي بعد كده، والاند ريزلت او الناتج النهائي اللي هنصل اليه ايه. فبالتالي الناس تبقى فاهمة الانتقال ده بيتم ازاي للاجايل، فممكن فعلا تبدا بمشروع او مشروعين وبعد كده تعمم ده. فالناس لما بتبقى عارفه الموضوع ده من الاول، ده بيساعد كتير جدا على فهمهم احنا رايحين فين، فبالتالي يقلل من الكونفيوجن اللي بيبقى موجود عند الناس. يعني الحاجه الثانيه، ان انا دايما اتاكد ان في consistent implementation across all relevant teams and departments، بمعنى ان انا نفس الحاجات اللي بطبقها مع الفريق ده او في الإدارة دي، مبادئ الأجايل، الابروتش اللي بستخدمه، المنهجية اللي بستخدمها، استخدمها مع كل الفرق وكل الإدارات. فبالتالي يبقى عندي زي ستاندرد او عندي حاجة قياسية الناس كلها بتستخدمها، وهي دي الطريقة الأجايل اللي هنشتغل بيها. فده هيقلل برضو من الكونفيوجن بتاع الناس، وهيضمن ان في النهاية هنصل الى التحول الكامل للأجايل ترانسفورميشن بتاعنا. سادس نقطة أو سادس تحدي عندنا هو الريموت كولابوريشن، يعني لما يبقى فرق العمل بتعمل عن بعض وفي أماكن مختلفة وما هماش كولوكيتد مع بعض، وده يمكن اتكلمنا عنه في المحاضرة السابقة، ان إدارة فريق العمل لما بيبقى في distributed environment او في remote environment، الناس بتشتغل اونلاين، الناس متواجدة في اماكن مختلفة، ده طبعا بيحط بعض الصعوبات يعني على
التعاون والتواصل بين الأشخاص وبعضهم في فريق العمل الأجايل، اللي هو مفروض الناس تبقى كولوكيتد ويبقوا في عملية تواصل مستمر مع بعض. نتيجة ده طبعا بيأثر ده علينا إيه؟ إن هو بيبقى فيه decrease team cohesion، يعني تماسك الفريق نفسه. وفكرة الأجايل إن الفريق زي ما قلنا، فكرة كلمة سكرام لو تفتكروا، سكرام إن إحنا كلنا بندفع في اتجاه واحد. فطبعا عدم وجود الناس مع بعض، الناس مش موجودة مع بعض، ده بيقلل من تماسك الفريق بشكل عام، وبالتالي بيقلل من الأداء. الحاجة التانية طبعا بيخلي فيه صعوبات في عملية اختيار وسائل تواصل فعالة نقدر ان الفريق يتواصل فيها. اللي احنا ممكن نعمله او الإجراءات اللي احنا بقى ممكن نتخذها علشان ان احنا نتغلب على العقبة دي، هي ان احنا نستخدم طبعا collaboration tools، يعني الريل تايم كوميونيكيشن. يمكن حتى كنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن تكنيكس زي الفيش بول او البيرنج، ريموت بيرنج ده تكنيكس، وان احنا بنستخدم ادوات برضو اتكلمنا قبل كده عن ادوات زي جيرا وزي تريلو وزي سلاك، ان يبقى في ريل تايم كوميونيكيشن، ان الناس كلها في الفيش بول اللي هو الفيديو كونفرنس، الناس فاتحة الفيديو طول النهار فكلنا شايفين بعض أزيف ان احنا قاعدين مع بعض، او كل حاجة بتتكتب على كولابوريشن تول وكل التواصل بيتم عن كولابوريشن تول، فكأن الناس بتتفاعل مع بعض. فالحقيقة ان الكولابوريشن تولز بتحل طبعا جزء من صعوبات التواصل والتعاون اللي موجودة في الريموت تيمز بدرجة كبيرة، لكن اكيد الفيس تو فيس كوميونيكيشن، وده واحد من البرينسيبلز الرئيسية في الاجايل، ان الفيس تو فيس كوميونيكيشن هو افضل حاجه. لكن في حاله تعذر ده، فبالتالي الكولابوريشن تولز بتقلل من المخاطر اللي مرتبطه بالريموت كولابوريشن بين الفريق. الحاجه الثانيه طبعا انا كمدير مشروع لازم عندي ريجولر فيرتشوال ميتينجز اند تشيك انز، يعني لازم عندي جدول ملتزم ان انا الناس عارفه ان هي هتتقابل. لو انا مش بعمل الفيش بول او الريموت بيرنج ده، لازم يبقى مثلا الدي على الاقل يبقى الديلي ستاند ابس ده ريجولر ميتنج، لازم الناس كلها فيرتشوال ميتنج الناس كلها تحضره. لازم الناس مثلا في بدايه اليوم تقول انها تعمل تشيك ان، يعني تقول ان هي دخلت وبدات العمل. فبالتالي دور مدير المشروع ان هو يوجد الادوات ويستخدم الأدوات ويحط القواعد الأساسية للفريق اللي تضمن إن هو يقدر إن هو يتغلب على الصعوبات اللي موجودة في الريموت كولابوريشن. لكن لا يزال حتى الآن هو الريموت كولابوريشن واحد من أكبر التحديات اللي بتواجه الأجايل بروجكت مانجمنت بشكل عام، لأن هو الفكرة الرئيسية بتاعته هي تماسك الفريق وتلاصق الفريق وتواجده في مكان واحد والتعاون المستمر والتواصل المستمر بينهم وبين بعض. التحدي السابع اللي موجود عندنا هو dependency management أو إدارة الاعتماديات. وطبعا دي يمكن نقطة الحقيقة إن احنا ما تكلمناش عنها كتير في الأجايل، يمكن في المنهجية traditional بيبقى لما باجي بعمل schedule في عملية define الاكتيفيتيز وبعديها sequence الاكتيفيتيز، إن أنا بشوف ببتدي أحط العلاقات أنهي activity بتاعه وأنهي tasks بتعتمد على أنهي tasks أخرى. طبعا في الأجايل زي ما احنا تكلمنا احنا بنبدأ في العمل على طول، يعني يمكن الحاجة الوحيدة اللي بنحدد فيها الديبندنسي، لو تفتكروا حضراتكم كنا تكلمنا عنها في المحاضرات السابقة، الستوري ماب. الستوري ماب اللي احنا بنرتب المهام او بنرتب اليوزر ستوريز بناء حتى على يعني الترتيب اليوزر اللي هو بيستخدمه بيها او فهمنا للديبندنسيز اللي موجوده بين التاسكس يعني. لكن طبعا في الاجايل هاندلنج الديبندنسيز ما بين المهام المختلفه وبعض، اعتماد مهمه على انهاء مهمه تانية، اعتمادنا على فرق اخرى تيمز اخرى، اعتمادنا على مشاريع اخرى، ده يمكن من النقاط اللي بتعتبر من النقاط الضعف اللي موجوده في الاجايل، هي لانها محتاجه كيرفل بلاننج اند كوردينيشن، محتاجه تخطيط، محتاجة وقت كتير في التخطيط. واحنا في الأجايل التخطيط ده عملية مستمرة، ما بنقعدش في البداية نخطط كتير. لكن أثر ده انه لو المشروع فيه اعتماديات كتيرة او فيه مهام كتيرة بتعتمد على المهام اخرى وما تحددش ده بشكل جيد في بداية المشروع، فده بيؤدي الى احتمالية بقى وجود باطل نيكس، عقبات، عنق زجاج، انه ناس واقفة لحد ما ناس تانية تخلص حاجات،
او ان حاجات بتعمل لها ري وورك بعد ما بخلصها بكتشف ان هو لازم تتعدل نتيجة ان في حاجة تانية خلصت وكان لازم ناخدها في الاعتبار. فده بيؤدي في النهاية الى ديليز مثلا، تأخيرات في بعض الاحيان، وعموما بيزود مخاطر المشروع بشكل كبير قوي. يعني ده الاثر بتاع عدم إدارة الاعتماديات بشكل جيد. طيب احنا ممكن نعمل ايه في الحالات طبعا اللي هو لما حضراتكم بتلاقوا ان او المشروع بيبقى باين ان هو فيه اعتماديات كتيرة وفي حاجات كتيرة لازم تخلص، مثلا معتمدة تاسكس كتيرة معتمدة على بعض، فبالتالي لازم اخصص بعض الوقت اوكي تو كليرلي ايدنتيفاي دوكيومنت ديبندنسز. يعني بدل مثلا لما كنا بنقعد في البروجكت بلاننج والسبرنت بلاننج كنا بنقعد مثلا البروجكت بلاننج يوم او نص يوم والسبرنت بلاننج ساعتين ثلاثه او اربع ساعات مثلا بنعمل سبرنت بلاننج، بالتالي ممكن ان انا في المشروع اللي هو بيتميز او يعني من صفاته ان فيه اعتماديات كتيره ان هو يبقى فيه البلاننج بياخد وقت اطول شويه، مثلا بدل يوم يبقى يومين او ثلاثه، والسبرنت بلاننج بدل ما هو ساعتين ثلاثه ممكن اديله يوم مثلا، بحيث ان انا اتاكد ان اليوزر ستوريز اللي انا حاططها في السبرنت ده كيف فيها كل الاعتماديات بتاعتها يعني. وفي برضه في المشاريع دي من اللي ممكن اعمله ان انا ازود الفريكونسي او ازود دورية التواصل او اضمن ان في قنوات تواصل مستمرة بين الناس، بحيث ان هم يعني حد يبلغوا بعض، مثلا لو حد خلص حاجة حد تاني معتمد عليها يبقى في قنوات الناس تعرف منها مين خلص ايه، وبالتالي يقدروا يعرفوا اذا كان يقدروا يبدأوا في المهمة دي ولا لا. فهنا برضو بيبقى الدور اكتر على السكرام ماستر او المدير المشروع في الاجايل، ان هو لما يحس ان المشروع فيه اعتماديات كتير ان هو يبتدي ياخد بعض الاجراءات كده اللي تساعده في ان هو يدير العلاقات ويدير الاعتماديات المختلفة اللي موجودة في هذا المشروع. دائما تحدي موجود عندي هو balancing flexibility and structure، هو تحقيق التوازن بين المرونة والتنظيم. يعني طبعا الاجايل هي اسلوب ادابتابل واسلوب فلكسبل اسلوب مرن، لكن ده ما يمنعش ان هو في بعض الاحيان بيبقى احنا محتاجين ان احنا نلتزم بهيكل تنظيمي معين ونلتزم باجراءات معينه. فبالتالي هنا بيبقى دور مدير المشروع التاكد من ان احنا وي ار اجايل وي ار فلكسبل وي ار ادابتابل، يعني احنا مرنين وبنطبق مبادئ او مفاهيم الأجايل في المرونة بشكل جيد، لكن في نفس الوقت بنشتغل في ظل إطار العمل اللي مفروض علينا من المؤسسة أو الشركة اللي احنا بننفذ فيها هذا المشروع. يعني الأثر بتاع عدم وجود التوازن السليم ما بين قد إيه أبقى مرن وقد إيه بقى عندي تنظيم وإجراءات وقواعد، الحقيقة ده ممكن يعمل بعض التحديات في مثلا حاجه زي changing requirements، يعني ان هو مثلا الاجراءات اللي هي اللي فيها الستراكشر اللي معتمد على التنظيم بيبقى مثلا بيتحكم شويه في changing requirements، في حين ان احنا في مبادئ الاجايل بيبقى عندنا تركيز فيه على ان احنا بنرحب بالrequirements باي شكل. فبالتالي هنا ممكن يبقى في اثر شويه ان احنا عندنا لو احنا مرنين زياده عن اللزوم ممكن ده يؤدي مثلا لحاجه زي سكوب كريب، لو احنا عندنا ريجيديتي او يعني جمود في الهيكل وجمود في الاجراءات بشكل كبير ممكن ده يخلينا مش فلكسبل انف ان احنا نتوائم مع التغيرات في المتطلبات. يعني في الحقيقة ان هو يعني لو التوازن ده ما تحققش بيبقى عندي احتمالية ان انا يبقى عندي عدم فعالية، اما عدم فعالية لان انا تو ريجيد يعني جامد جدا في اجراءاتي، او عدم فعالية لان انا تو كيوتك يعني ما عنديش اي نظام خالص. يعني طبعا هنا دور بقى مدير المشروع هو ان هو يضمن تحقيق التوازن المطلوب ما بين الفلكسبيليتي والستراكشر. طب يقدر يعمل ده عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات اللي هي يوضح لفريق العمل ويوضح لكل الأطراف المعنية clear project framework اللي هنشتغل بيه، هو اللي يحط البروسس اللي بتقول احنا هنشتغل ازاي اوكي، بما يضمن ان احنا عندنا مستوى التنظيم اللي المؤسسة اللي بشتغل فيها محتاجاه، وعندي بما يضمن برضو وجود المستوى المطلوب من المرونة للمشروع محتاجه اوكي. فهنا بيبقى دور مدير المشروع في تعريف الفريم ورك اللي هنشتغل بيه والاجراءات اللي هنشتغل بيها بحيث ان هو يحقق التوازن ده.
اوكي. الحاجه الثانيه ان هو من خلال السبرنت ريتروسبكتيف زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، مدير المشروع لازم يشجع فريق العمل ان هو يعمل ريفلكشن ويدي فيدباك ويدي ملاحظات على البروسس اللي شغالين بيها. وبالتالي احنا زي ما كنا شفنا قبل كده في الاكزامبلز وبشكل عام من خلال المقرر، ان احنا ناتج من نواتج الريتروسبكتيف ان احنا ممكن نعدل البروسس اللي شغالين بيها. يعني ممكن نبدأ بطريقة بعد أول one or two sprints يجي فريق العمل يقولك الطريقة دي ريجيد جدا، بتخليني مش افكتف، بتضيع وقتي، فبالتالي نأجست the process بمرونة شوية، أو العكس إن الطريقة مثلا تبقى مرنة جدا يطلع منها بعض المشكلات، فنبدأ إن احنا نأجست the process إن يبقى فيها بعض الكنترولز اللي تضمن quality of work مثلا وكنترول الافكتف كنترول بتاع المشروع. فهنا بيبقى دور مدير المشروع هو وضع القواعد والإطار اللي هنشتغل بيه أيا كانت المنهجية، سكرام، كريستل، اكس بي، كانبان، whatever المنهجية اللي بيشتغل بيها، بس هو مسؤوليته إن هو من خلال الإطار اللي هنشتغل بيه، الابروتش اللي هيشتغل بيه، يضمن التحقيق التوازن ما بين الفلكسبيليتي والستراكشر. آخر تحدي هنتكلم عنه التحدي التاسع اللي هو قياس النجاح أو measuring success. طبعا احنا كنا اتكلمنا في المحاضرة السابقة أو المحاضرة التامنة عن أهم KPIs، واستعرضنا بعض KPIs اللي خاصة بالإفشنسي وKPIs خاصة بالكواليتي وKPIs خاصة بالفاليو أو الكاستمر ساتسفاكشن. الحقيقة طبعا إن تحديد المؤشرات الأداء اللي استخدمها في الأجايل هي بيبقى فيها نوع من التحدي شوية، لأن هي ما هياش ستاندرد بشكل كبير وبتختلف حسب طبيعة المشروع وأهداف كل مشروع. يعني يمكن عكس الترديشنال بروجكت مانجمنت اللي هو يعني بنحط كي بي آيز بناء على الثلاث معايير الرئيسية اللي هي on time, on budget و according to scope أو according to quality specifications اللي احنا محددينها. واستخدامنا للترديشنال بروجكت مانجمنت ماتريكس اللي هي بتتكلم حوالين الوقت والبادجت وال سكوب او الكواليتي لا يكفي في الاجايل، لان الاجايل بيركز على الفاليو. يعني الاجايل تركيزه الاكبر على تحقيق فاليو للعميل، حتى لو الفاليو دي زي ما قلنا عاده في الاجايل بروجكتس بيبقى عندي وقت ثابت وموازنه ثابته، فبالتالي التركيز الاكبر على قد ايه حققت فاليو، قد ايه في الوقت الثابت وفي في حدود الموازنه الثابته اللي متاحه لي. يعني فالحقيقة ان الاثر ان هو ان انا اختار او اثر التحدي بتاع اختيار المعايير ده في الاجايل بروجكتس ان هو لو انا استخدمت معايير او مؤشرات ليست سليمة للاجايل فمش هقدر اقيس اثر تطبيق الاجايل براكتسز او نجاح المشروع بشكل كبير، او اي ممكن اصل ان هو يبقى فيه ميس الاينمنت او عدم تفاهم كده وتوقعات مختلفة ما بين الأطراف المعنية. في ناس بتقيم المشروع بناء على الوقت والبادجت، وفي ناس تانية بتقيمه بناء على الفاليو، لأن كل واحد بيفكر بطريقة معينة وكل واحد عنده أهداف معينة. فدي كلها عقبات ممكن تصادفنا في تحديد مؤشرات الأداء واختيار مؤشرات الأداء السليمة. طبعا دور هنا برضو مدير المشروع، نرجع تاني زي ما انتم شايفين ان مدير المشروع بقاله ادوار كتيره جدا. يعني احنا قلنا رغم ان هو يبان ان هو في الاجايل هو دوره فاسيليتيتور اكتر، هو بيساعد فريق العمل، لكن الحقيقه هو ليه دور كبير جدا في التغلب على العقبات الكتيره اللي احنا بنواجهها. يعني واحده من في ان هو عشان تو ميجر سكسس لازم ان هو يحدد ايه هي المؤشرات السليمه، الكي بي ايز او السكسس كرايتيريا اللي مطلوب انها او اللي فعلا تقيس نجاح هذا المشروع، لان كل مشروع مختلف عن الاخر. ما في الاجايل مش مقدرش استخدم وان كي بي اي لكل المشاريع. في كي بي ايز عامه زي الافشنسي زي الكواليتي مثلا، لكن مفهوم النجاح، هل مفهوم النجاح هو خلصت بدري ولا لا، ولا هو مفهوم النجاح هو بالاستفادة اللي استفادها العميل، ولا بعدد الريليزز اللي نزلتها، ولا بعدد الفيتشرز اللي نزلتها، ولا بالريفينيو اللي جاي من مثلا ابلكيشن او المنتج ده. فالان مقاييس النجاح كتيرة جدا تختلف، فكل دورك كمدير مشروع انك تختار الكي بي ايز او مؤشرات الاداء الرئيسية اللي بتعبر عن نجاح المشروع ده بالظروف بتاعته والريكوارمنتس بتاعته. يعني
ولازم طبعا زي ما قلنا برضو في المحاضرة اللي كانت خاصة بمؤشرات الأداء وقياس التقدم، لازم يبقى عندك كومباينيشن من الماتريكس، يعني ما تعتمدش على مؤشر واحد، لازم عندك مجموعة من المؤشرات، مؤشرات نتائج زي الفاليو، مؤشرات جودة العمل وكفاءة العمل quality وefficiency، وبرضو ممكن تستخدم combination من traditional وagile metrics، يعني ممكن تستخدم schedule، ممكن تستخدم cost indicators برضو within agile project. فالحين انت كمدير مشروع لازم ان انت يبقى لك دور، ودور مهم جدا في الاتفاق مع product owner ومع stakeholders المعنية، وتحديد وأهم مؤشرات الأداء، ومش بس تحديدها، التأكد أن أنت بتوصل أن الناس تبقى عارفة إيه مؤشرات الأداء اللي هنقيس بيها، أو communicating مؤشرات الأداء دي تبقى واصلة للناس كلها، وعارفين أن هي دي المقاييس اللي هيتم قياس نجاح المشروع عليه. فبكده ده يعتبر آخر تحدي من التحديات. يمكن شفنا حوالي 9 تحديات، معظم التحديات دي بيبقى في ايد مدير المشروع وفريق العمل ان هو يقدر يتغلب عليها عن طريق ان هو بيحدد، يعني بيعرف ايه التحدي اللي موجود، بيتأكد يعني بيحدد وجود التحدي، وبناء عليه بيبتدي ياخد بعض الاكشنز او بعض الاجراءات اللي تساعده في التغلب على هذه التحديات. الجزء الثاني من المحاضرة هنتكلم فيه عن أهم التوجهات في الأجايل بروجكت مانجمنت، الحاجات اللي هتشكل مستقبل إدارة المشاريع الرشيقة، واللي هي في نفس الوقت في بوبولاريتي أو ليها شعبية في الفترة دي، ومن المنتظر إن هي يبقى لها أثر كبير على الطرق اللي بندير بيها الأجايل بروجكتس. أول ترند عندنا هو الهايبريد أبروتشز، وطبعا احنا كنا خصصنا له محاضرة كاملة سابقا اتكلمنا فيها على الهايبريد أبروتشز، وازاي ان تبني الهايبريد أبروتش فور بروجكت مانجمنت بيساعد على دمج الأجايل براكتسز بالتراديشنال بروجكت مانجمنت براكتسز، وبالتالي بيديني فليكسيبيليتي في البروجكت مانجمنت. هو فليكسيبيليتي مش مرونة في التعامل مع متطلبات المشروع، ومرونة في إدارة المشروع نفسه. وطبعا يعني تطبيق الهايبريد بروجكت مانجمنت بيساعدني ان انا يعني اتواءم مع متطلبات المشاريع المختلفه ومتطلبات المؤسسات المختلفه، يعني في مؤسسات زي ما قلنا بتبقى عايزه مور تراديشنال، ومؤسسات عايزه اجايل، فبالتالي استخدام الهايبريد ابروتش بيساعدني تو بالانس ده. وطبعا بتساعد الهايبريد ابروتشز في حل واحد من التحديات الرئيسيه اللي هي سكيلينج الاجايل، يعني فنقدر نستخدم الهايبريد ابروتشز في اللارج بروجكتس اللي فيها ماني تيمز وماني ستيك هولدرز. اثر تطبيق الهايبريد ابروتش هو امبروفد بروجكت كاستمايزيشن، او تحسين في ان انا اكستمايز طريقه ادارتي للمشروع وبروسيس العمليات اللي بعملها في اداره المشروع، وتحسن او تعظيم الورك فلو او تدفق العمل بناء على متطلبات المشروع. يعني زي ما شفنا في المحاضره ممكن اشتغل اجايل في الاول وبعدين تراديشنال، او تراديشنال وبعدين اجايل، او يبقى مثلا مين لي اجايل وجزء تراديشنال، او مين لي تراديشنال وجزء اجايل، فبقدر ان انا احط الورك فلو المناسب ليا لخصائص هذا المشروع. أهم منهجيتين موجودين دلوقتي في الهايبريد أبروتشز كنا تكلمنا برضو عنهم، هما السكيل دا أجايل اللي هي فريمورك اللي هو سيف، أو الديسيبليند أجايل دي اي من بروجكت مانجمنت انستيتيوت، وطبعا في منهجيات أخرى، لكن الاثنين دول يعتبروا أكتر منهجيتين خدوا شعبية لإدارة المشروعات الأكبر والأكثر تعقيدا، و ساعدوا المؤسسات انها تطبق Agile Principles at Scale على نطاق واسع وعلى نطاق مشروعات كبيرة. فطبعا ده توجه مستمر ولا يزال مستمر، والتطور حتى في الهايبريد ابروتشز لا يزال مستمر، وممكن تطلع منهجيات اخرى تبقى هي الستاندرد بعد كده اكتر من المنهجيتين دول. التوجه الثاني عندنا هو الفوكس اون كاستمر اكسبيرينس، يعني التركيز على تجربه العميل. طبعا احنا اتكلمنا كتير جدا في الاجايل ان هو بيركز على الفاليو وتسليم فاليو للعميل والكاستمر ساتسفاكشن رضاء العميل، لكن دلوقتي طبعا يعني الترند العام بشكل عام هو الكاستمر اكسبيرينس، هو تجربه العميل. الشركات كلها بتتكلم عن
كيفية تحقيق تجربة العميل. فابتدى يبقى في توجه لدمج أو يعني تعديل المنهجيات الأجايل بحيث إن هي يبقى هي بتركز على قيمة لكن برضو بتركز على الكاستمر إكسبيرينس، تحسين تجربة العميل. وبقى في تركيز أكبر على الكاستمر فيدباك والكولابوريشن، يعني طبعا هو already built in في الأجايل أو مبني في منهجية الأجايل إن أنا باخد رأيي، بسمع رأي العميل في الكاستمر ريفيو مثلا لما بيديني فيدباك عن كل ريليز أنا بعمله، وفي نفس الوقت البرودكت أونر موجود معايا، فبالتالي هو شغال in collaboration مع فريق العمل لتحديد الأولويات وتنسيق العمل في المشروع. فالتركيز على العنصرين دول ابتدى يزيد شوي. التركيز على تجربة العميل بيحسن من رضاء العميل ومن ولاء العميل بشكل عام، يعني لما الشركات اللي بتركز على التجربة وليس فقط إرضاء العميل أو رضاء العميل بينتج عنها نسبة ولاء أعلى ونسبة احتفاظ بالعملاء أعلى بكتير جدا. يعني أثر ده طبعا أثر إن أنا اهتم بالكاستمر اكسبيرينس في الاجايل برودكتس، ان المنتج بتاعي هيبقى افضل، منتج افضل مقبول اكتر من العميل، بيلبي احتياجات العميل بشكل افضل من التركيز فقط على القيمه او التركيز على رضاء العميل. التركيز على التاكد من تجربته، معنى التجربه بشكل عام هو ان جميع النقاط اللي بيتفاعل فيها العميل مع المنتج بتاعي، فبالتالي لما بيبقى فيه اهتمام اكبر ان انا اديله تجربه متميزه، كل ما ده بيخلي المنتج بتاعي افضل بالنسبه له. وتطبيق برضو مبدا الكاستمر اكسبيرينس بيخليني اسرع في التحول او اسرع في رد فعلي لما العميل بيبقى طالب ريكويرمنتس او كده. تركيزي على الكاستمر اكسبيرينس بيخليني ان انا بركز على متطلبات العميل بشكل اعلى. الحقيقه اللي هو في منهجيه ابتدت مشهوره جدا دلوقتي في مجال الكاستمر اكسبيرينس، معظم الشركات الحديثه اللي بتتبنى مفهوم الكاستمر اكسبيرينس شغاله بيها، وهي منهجيه الديزاين ثينكينج. الديزاين ثينكينج او التفكير التصميمي هي منهجيه لحل المشكلات والابتكار، ابتدت في مجال الديزاين للمنتجات بشكل عام، لكن ابتدى تطبيقها في مجالات اخرى زي مجالات الأعمال والتعليم وفي الابتكار. يعني ما بقتش تحل مشكلات فقط، بقت منهجية للابتكار. المنهجية دي بتاعت التفكير التصميمي أو design thinking بتركز بشكل كبير جدا على فهم احتياجات العميل، أوكي، وتعريف إعادة تعريف المشكلة بحيث أن أنا أطلع بحلول مبتكرة تلبي احتياجات هذا العميل. يعني من مميزات design thinking الرئيسية أن هي تعتبر human centered approach، يعني مركزة على العميل، مركزة على احتياجات العميل واستخدامه، فده التركيز الرئيسي بتاعها. وفي نفس الوقت هي iterative process، يعني المنهجية في حد ذاتها هي بتتم برضو في مجموعة من الiterations، يعني فهي فيها خصائص من خصائص الأجايل. الأجايل بطبعه هو iterative، فالحقيقة ابتدى يبقى فيه دمج دلوقتي ما بين الديزاين ثينكينج والأجايل. يعني بعض الناس بتقول ان الديزاين ثينكينج هي منهجية أجايل في حد ذاتها، واحدة من منهجيات الأجايل، وبعض الناس بتقول لا هي عايزة بعض التعديلات علشان to be considered أجايل approach يعني أو methodology. فخلينا نشوف دلوقتي الديزاين ثينكينج هي عبارة عن مراحل بتاعتها وعملياتها عبارة عن ايه كفكرة بسيطة. يعني قدام حضراتكم العمليات بتاعت الديزاين ثينكينج، المنهجية بتاعت الديزاين ثينكينج هي مقسمة لثلاث مراحل رئيسية: understand، افهم العميل بتاعك، explore أو استكشف الحلول والممكنة لحل مشكلة العميل، materialize، نفذ الحل اللي انت اخترته ولبي احتياجات العميل بيه. دول الثلاث مراحل رئيسية. الخطوات اللي بنمر بيها هي empathize، هي التعاطف. اول حاجة empathize بمعنى التعاطف، لازم تتعاطف مع العميل، تحط نفسك مكانه، تحط نفسك تفكر بنفس الطريقة اللي بيفكر بيها العميل علشان تقدر تفهم احتياجاته بشكل افضل. تاني حاجة هي مرحلة التعريف، تعريف المشكلة او تعريف المنتج المطلوب، define the problem، define the product بشكل جيد. طبعا ده لازم يكون بعد ما تكون فهمت الاحتياجات عن طريق التعاطف مع العميل بشكل جيد، تقدر تعرف المشكلة بشكل جيد. بعد كده تبدأ ان انت تعمل ideation، مرحلة ايجاد افكار مبتكرة ومبدعة وحلول مبتكرة ومبدعة تلبي احتياجات العميل. وبعد كده بتعمل عملية filtration او تصفية
الافكار دي وبتختار افضل فكره منها وتبدا ان انت بقى تنفذها في اتريشنز. اتريشنز دي تبدا بان انت تعمل بروتوتايب نموذج اولي ليها تفرجه تديها للعميل يختبره. المرحله اللي بعد بروتوتايب تيستينج ويديك فيدباك. من الفيدباك ده ترجع ان انت تعدل نفسك ولما تتفق وتقدر ان انت تبدا تيمبلمنت على لارج سكيل يعني. وزي ما انتم شايفين في الخطوات دي او في المنهجيه دي في فيدباك لوبس كتير يعني في اسهم كتير يعني. ممكن ان انا ساعه الديفاين ارجع تاني للتعاطف لو لقيت ان انا في ريكويرمنت مش فاكره بشكل كبير ارجع تاني للمرحله اللي قبليها. ممكن في الايديشن ارجع للديفاين. ممكن بعد البروتوتايبنج الفكره اللي انا طبقتها ما تنجحش فارجع للايديشن واختار الفكره التي كانت تليها. ممكن من التستنج ارجع اعدل نفسي في اعدل البروتوتايب بتاعي او ممكن التستنج يقول لي ان البروتوتايب مش نافع فارجع منه للايديشن. ممكن من البروتوتايب ارجع للامباثايز تاني لما العميل ابتدى يشوف المنتج لقيت ان انا مش فاهم احتياجاته فارجع امباثايز تاني علشان افهم الاحتياجات. فزي ما انتم شايفين هي بتتم في مراحل والمراحل دي فيها اتريشنز ولوبس كتيره جدا. فذاتس واي او لهذا السبب ناس كتيرة بتقول ان هي تعتبر ان اجايل ميثودولوجي يعني واحدة من الاجايل ميثودولوجيز. بس بغض النظر هي اجايل ميثودولوجي او اتس نوت ان اجايل ميثودولوجي الفكرة بتاعت الاتريتيف يعني الاتريتيف ديفلوبمنت فكرة اندمج او اشراك العميل معايا في كل خطوة فكرة الانكريمنتال ديليفري كل دي مبادئ من مبادئ الاجايل وهي اوريدي موجودة في الديزاين ثينكينج. فيمكن توسع استخدام الديزاين ثينكينج في المجالات متعددة وفي السنوات الأخيرة. يمكن الناس اللي بتشتغل في السوفتوير بيشتغلوا أكتر بسكرام. الناس اللي بتشتغل في المنتجات الماركتينج البرودكت مانجمنت بشكل عام دايما بيفضلوا يشتغلوا بحاجة زي الديزاين ثينكينج يعني بيشتغلوا بالديزاين ثينكينج أكتر يعني. فالحقيقة أنه هو التركيز على اليوزر اكسبيرينس خلى أنه هو ممكن الدمج ما بين الديزاين ثينكينج والاجايل. دي واحده من التوجهات العامه للاجايل بروجكت مانجمنت. التوجه الثالث هو الديف اوبس انتجريشن وده يمكن مرتبط شويه بصناعه السوفت وير او شركات البرمجيات بشكل عام. ديف اوبس هي اختصار ديفلوبمنت واوبريشن يعني هي التطوير وبعد التطوير التشغيل. يعني اي شركه بتعمل في مجال البرمجيات عادة بتطور برنامج والبرنامج ده بعد كده بتبقى مسؤولة عن تشغيله والناس بتشترك في هذا البرنامج يعني. ففكرة الديف أوبس كتعريف الأول هي مجموعة من الممارسات والمبادئ الرئيسية اللي بتشتغل على أنها تحسن التعاون ما بين فرق والتواصل ما بين فرق الديفلوبمنت وفرق التشغيل أو الـ IT operations يعني. الهدف الرئيسي أن إحنا نخلي تدفق العمليات سلس ما بين سلاسة تدفق العمليات من الديفلوبمنت للأوبريشنز وأتمتت يعني عملية السوفتوير ديليفري لايف سايكل كلها الـ SDLC أو سوفتوير ديليفري لايف سايكل كلها بشكل كبير جدا. كل ما نقدر نعمل أتمتة لبعض العمليات فيها كل ما ده يبقى أفضل. ده هيخلينا أن احنا نسلم منتجات أو برمجيات ذات جودة عالية بشكل أسرع وشكل أكثر فعالية يعني. ده مفهوم الـ development أو الـ DevOps الـ development والـ operations. التوجه أن في integration تكامل ما بين الـ development والـ operations يعني. أو أن الـ development والـ operations ده الممارسات بتاعتها في تكامل بينها وبين ممارسات الأجايل. يعني عادة اللي بيشتغل أجايل هم الناس بتاعت الديفلوبمنت. الأوبريشنز ما بيشتغلوش أجايل لأن الأوبريشنز هي عملية تشغيلية وليست مشروع يعني. لكن التوجه العام هو دمج الأجايل ميثودولوجيز أو الأجايل أبروتشز لتحقيق سلاسة العمل ما بين الديفلوبمنت والأوبريشنز. الهدف الرئيسي زي ما قلنا هو تسريع الديليفري والديبلويمنت بتاعت المنتجات وتحسين التعاون ما بين فرق العمل بتاعت الديفلوبمنت والاوبريشنز. اثر ده علينا هو faster time to market يعني وقت اسرع ان المنتجات بتاعتي بتصل للسوق او تصل للمستخدم بشكل اسرع. لما اسرع احسن التعاون اسرع عملية تسليم المنتجات فبالتالي منتجاتي هتصل الى السوق بشكل اسرع و جودة أعلى للبرمجيات أو للمنتجات بتاعتي يعني. فبقى في توجه عام في الديف أوبس
انتجريشن مع الاجايل بشكل كبير جدا. بعض المبادئ او المفاهيم الرئيسيه في الديف اوبس هي طبعا التعاون زي ما قلنا بين فريق الديفلوبمنت وفريق الاوبريشنز. المفهوم الثاني او المبدا الثاني هو الاتمتة الاوتوميشن، ان انا اي حاجه اقدر اعمل لها اوتوميشن يبقى افضل لو قدرت ان انا اخليها اوتوميتد. ده بيقلل وقت وبيحسن الجوده بشكل كبير وبيفرغ الناس انها تركز في حاجات اكثر اهميه. ثالث حاجه كونتينوس انتجريشن او التكامل المستمر ما بين الحاجات اللي انا بعمل لها ديفلوبمنت يتم تكاملها مع المكونات الاخرى من الانظمه الاخرى، والكونتينوس ديليفري، وده طبعا مبدا من الاجايل ان هو دايما في ريليزز وتسليمات مستمره. والمبدا الخامس انفراستراكشر از كود، ان هو العمليات التشغيليه نفسها الخاصه بقى بالسيرفرز والهاردوير والبنيه التحتيه الرئيسيه تبقى اوتوميتد وبروجرامد كلها. تاني حاجه سادس حاجه المونيتورنج اند فيدباك، وسابع حاجه السكيورتي، ضمان الامان على مستوى البرامج والتشغيل، فده بيسموه ديف سيك اوبس او ديفلوبمنت سكيورتي اوبريشنز. فدول يعتبروا المبادئ الرئيسيه للديف اوبس. طبعا احنا الديف اوبس ليها دوراتها المتخصصه ومقرراتها المتخصصه، وكذلك برضو الديزاين ثينكينج. احنا بس هنا بندي فكره عنهم ان دي من التوجهات الرئيسيه اللي فيه تكامل ما بين الديزاين ثينكينج او اليوزر اكسبيرينس والاجايل، وتكامل ما بين الاجايل والديفلوبمنت ديف اوبس، مفاهيم الديف اوبس. رابع ترند عندي هو طبعا كلنا حاسينه في مجالات الحياه المختلفه وابتدى يكتسب شعبيه واهتمام وتطور خلال السنه او السنتين اللي فاتوا بشكل كبير جدا، هو الارتفيشال انتليجنس او الاي اي والاوتوميشن. فطبعا الاجايل بروجكت مانجمنت واحده من المجالات اللي ابتدى الناس تبص ازاي ان انا استخدم الاي اي واستخدم الاوتوميشن او ادمجهم في الاجايل بروسيسز، بحيث ان انا يساعدني في زيادة الكفاءة والفعالية، ويساعدني في اتخاذ القرارات بشكل أفضل شوية، ويقلل من المانيوال افورتس أو الجهود اللي الناس بتقولها بتعملها والمهام المتكررة، ويحسن من decision making بناء على أو اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة وصحيحة. فطبعا مجال الأجايل Project Management عايز برضو يستفيد من التطور الرهيب اللي شايفينه في الاي اي. تطبيق الاي اي والاوتوميشن بشكل كبير هيساعدنا على زياده سرعه المشروع، ان انا اكيد لما بطبق اوتوميشن او ارتفيشال انتليجنس هيخلي الفريق يشتغل بفريكوانسي اعلى، فهيقلل الوقت الكلي للمشروع، هيزود الفعاليه بتاعتهم، هيزود الكواليتي لانه everything is automated، فهيزود جوده العمل، وهيخليني استغل الموارد اللي عندي بشكل انسب، ان انا اشغلهم في الحاجات اللي هي الغير مكرره الغير روتينيه، الحاجه اللي محتاجه فعلا بروجرامر او اناليست يقعد ان هو يشتغل فيها. فده الاثر بتاع الاي اي على والاوتوميشن على الاجايل بروجكت مانجمنت. بعض المجالات اللي ابتدوا يستخدموا فيها الاي اي والاوتوميشن في الاجايل بروجكت مانجمنت هي الاوتوميتد تيستينج، الاجراء التستنج بشكل اوتوماتيك او بشكل آلي، والريليز مانجمنت ان هو الفريق بقى مجرد ان هو يطلع يخلص السبرنت الحاجه دي بتتاخد يتعمل لها انتجريشن بشكل آلي برضو اوتوماتيك انتجريشن، ويتم اصدارها وتتحط على الاماكن اللي السيرفر بتاعها وكده بشكل آلي. تاني حاجه البريدكتيف اناليسيس فور ريسورس الوكيشن، هي فكره استخدام الاي اي في ان هو يحلل استغلال الموارد او تخصيص الموارد في الفترات السابقه وبناء ومستوى الالوكيشن بتاعهم في الفترات السابقه، وبالتالي يتوقع احتياجاتي المستقبلية من الموارد ايه بناء على العمل اللي موجود. ده مجال برضو ابتدوا يستخدموا فيه الاي اي. تالت حاجة الانتليجنت سكادجرينج اند بلاننج، بقى برضو عملية التخطيط نفسها سواء للمشروع او للسبرنت بقت بتتم بشكل باستخدام الاي اي بشكل كبير. استخدام الشات بوتس فور كوميونيكيشن اند سبورت، لو حد عايز دعم ممكن يستخدم حاجه اوتوماتيك زي الشات بوتس، ان هو زي دلوقتي حضراتكم في كل الويب سايتس كل المؤسسات بيبقى فيه زي اوتوميتد شات بوت كده، لو عندك استفسار بتبعته بيردوا عليك، فده طبعا بيفرغ فريق العمل
ان هو يعني بيخلي فريق العمل ياخد دعم سريع وفي نفس الوقت ما بيعطروش بعض، بالتالي يعني المعلومات بقت موجودة وفي تشات بوت هو اللي بيرد عليها. برضو من الحاجات المجالات اللي بيستخدموا فيها الاي اي هي الريسك مانجمنت. دلوقتي بقى في برامج بتشتغل بالاي اي بتعمل ريسك ايدنتيفيكيشن وريسك اناليسس وريسك ميتيجيشن بلاننج بشكل جيد جدا. الحاجة التانية مثلا ناتشورال لانجويج بروسيسنج او ان ال بي في عملية تجميع الاحتياجات، بقى الوقت اللي بيقضيه الاناليست لما بيجمع احتياجات من الناس ويقعد يعمل لها دوكيومنتيشن في بزنس ريكويرمنت دوكيومنت او في وثيقة علشان يقول دي الاحتياجات، بقى بيستخدم اللي هو الناتشورال لانجويج بروسيسنج اللي هي بتحول الحديث المسجلة او الكلام اللي موجود اللي هو العميل قال انا احتياجاتي كذا كذا كذا، بياخدها هو ويقدر ان هو يحولها لبزنس ريكويرمنت دوكيومنت الارتفيشال انتليجنس بشكل مهني جدا. طبعا الاوتوميتد ريبورتنج والداشبوردز ان مفيش داعي نضيع وقت في اعداد واستخراج تقارير، خليها كلها اوتوميتد. فده طبعا الاوتوميشن والاي اي بنطبق فيه ده بشكل كبير. واخر حاجه برضو من المجالات اللي بنستخدم فيها الاي اي والاوتوميشن حاجه زي السمارت دوكيومنتيشن اند نوليدج شيرنج، ان حاليا بقى مثلا بالنسبه للمشاريع بتاعه البرمجيات ممكن من الكود نفسه بيطلع الدوكيومنتيشن، الاي اي بيقدر يعمل دوكيومنتيشن اوتوماتيك اوكي ويخزن يعني الجزء بتاع الليسنز ليرند او كده، ممكن يستخرج هو بعض الليسنز ليرند يعني. فزي ما انتم شايفين مجال الاجايل بروجكت مانجمنت زيه زي مجالات عديده اخرى ابتدى ان هو يستفيد بشكل كبير جدا من التطور الهائل والرهيب في الارتفيشال انتليجنس والاوتوميشن. من التوجهات برضو المرتبطة يمكن بآخر واحد الـ AI والـ Automation فكرة الـ Data Driven Decision Making أو اتخاذ القرارات بناء على التحليل والمعلومات والـ Big Data أو تواجد بيانات كتيرة جدا أو أن في أنظمة بتجمع البيانات بكمية عالية جدا وتقدر أن هي تحلل البيانات دي وتطلع منها بيه insights أو أفكار وتحليلات ليها تساعدني في اتخاذ القرار يعني. فطبعا في تركيز دلوقتي على استخدام البيانات المتاحة وفكرة الانترنت of things وفكرة تسجيل البيانات، كل البيانات مسجلة بشكل كبير عندي لاتخاذ القرارات في الأجايل بروجكتس، وكان بقى to track performance أو يعني إن أنا بتابع تقدم العمل او تو سبورت الكونتينوس امبروفمنت. فطبعا بيساعدني الداتا دريفن ديسيجن ميكنج على ان هو بيديني افكار وتحليلات عن الاداء بشكل كبير، وتساعدني في الاستباق او حل المشكلات بشكل استباق، ان هو بيتوقع المشكلات ويقول لي انت هيبقى عندك مشكله هنا، فبالتالي بقدر ان انا احل المشكله قبل اما تحدث يعني. الاثر طبعا استخدام الداتا دريفن ديسيجن ميكنج دي هو ان بقى نتائج المشروع احسن، هيبقى بيرفورمانس احسن، فبالتالي الجوده هتبقى احسن، الفعاليه احسن، النتائج بشكل عام هتبقى احسن، وهقدر اخد قرارات نتيجه ان انا بقدر اخد قرارات بناء على بيانات كتيره وتحليلات كتيره بيساعدني فيها البيج داتا والبيج داتا اناليتكس بشكل كبير. فطبعا ده مرتبط برضو بالارتفيشال انتليجنس والاوتوميشن بشكل كبير جدا، المجال بتاع الداتا دريفن ديسيجن ميكنج. سادس ترند عندي هو التركيز على السوفت سكيلز او المهارات الشخصيه. بما ان احنا في الاجايل تيمز بشكل عام بنعتمد على فريق العمل ان هو يبقى كوميتد ويبقى ديديكيتد ويبقى بيحل مشكلات وبيتخذ القرارات بدون او باقل قدر من التوجيه، فبالتالي الاهتمام بالمهارات الشخصيه ومهارات زي التواصل زي التعاون زي المرونه والموائمه وتحمل المسؤوليه بقى عليها اهتمام كبير جدا. فبقت شركات كتيرة جدا بتطبق مفاهيم الأجايل أو تتبنى أسلوب الرشيق يعني في إدارة المشاريع، بتتركز في برامج التدريبية بتاعتها مش بس على الجوانب الفنية، مثلا اللي هو شركة سوفتوير مش بس بيدرب الموظفين على السوفتوير ديفلوبمنت تولز وبيدربهم على منهجية أجايل، لا بقى برضو فيه اهتمام كبير جدا بتدريب الموظفين على التواصل على العمل في فريق التيم وورك على
التوائم مع التغيرات، على حل المشكلات واتخاذ القرارات، على التفكير الإبداعي. لأن لو أن طبعا كلما بهتم بالمهارات الشخصية للفريق كلما ده بينعكس إيجابيا على أداء الفريق في الأجايل بالذات، لأن هو الفريق والشخصيات اللي فيه وتواصلهم وتعاونهم وابتكارهم وإبداعهم وتحملهم للمسؤولية بيأثر في النجاح بشكل كبير. فطبعا التركيز على السوفت سكيلز بيحسن من عمل الفريق ككل والتعاون بينه، وبيوجد كده بيئة عمل إيجابية وداعمة كده الفريق العمل كله. يعني فناتج ده ان بيطلع improved moral او معنويات الفريق بتبقى افضل، وimproved creativity او ابداع وابتكار بشكل احسن، وتحسين حل المشكلات وحل النزاعات عن طريق التواصل الفعال بين اعضاء فريق العمل. فالحقيقة ان هو يعني بنقول دايما ان هو لو حضراتكم مديرين مشاريع او ناس بتشتغل في مجال فني في باستخدام اجايل، مش بس انكم لازم تزودوا فريق العمل او تطوروا مهاراتكم انتوا الشخصيه بس في المجالات الفنيه الخاصه بمجال عملكم وخاصه باداره المشاريع باسلوب اجايل او بالاسلوب التقليدي، لكن لازم تهتموا بتطوير السوفت سكيلز، لان السوفت سكيلز والمهارات الشخصيه الحقيقه هي دي اللي بتساعدنا على النمو في السلم الوظيفي وفي الكارير بتاعنا. التوجه السابع برضو خاص بالليدرشيب او بالقياده في الاجايل، وده طبعا اتكلمنا عنه في المحاضره السابقه، رول اوف بروجكت مانجر في الاجايل بروجكتس. بقى في تبني يعني ل مفاهيم الأجايل ليدرشيب ستايلز وتطبيق المفاهيم بتاعت الأجايل ليدرشيب ستايلز، زي التركيز على القيادة الخدمية أو سيرفنت ليدرشيب، التركيز على empowering the team أو إعطاء الصلاحيات لفريق العمل علشان يطلع أفضل ما عنده وتهيئة المناخ المناسب ليه، تقديم الدعم والمساعدة والتطوير لفريق العمل علشان يطور من أدائه ويرفع من إنتاجيته. يعني فالحقيقة أن طبعا عملية الانتقال من الفكر الإداري أو القيادي التقليدي أن القائد أو المدير محتاج هو اللي بيوجه الناس وهو اللي بيقول لهم يعملوا إيه، إلى حاجة زي السيرفنت ليدرشيب دي برضو بتاخد وقت شوية وبتبقى عايزة تدريب لمديرين المشاريع اللي بينتقلوا من تراديشنال إلى أجايل بشكل كبير. فده توجه دلوقتي بقى فيه اهتمام بتنمية قدرات الليدرشيب بناء على متطلبات الأجايل، اللي هي الليدرشيب رول هو سيرفنت ليدر أكتر، بيدعم فريق العمل وبيساعدهم وبيطورهم علشان يتطوروا ويحسنوا من أداء. فطبعا من ضمن الحاجات دي برضو تشجيع الكولابوريشن أو التعاون، القيادة الشفافة أو ترانسبيرنت ليدرشيب أبروتش اللي هو مشاركة المعلومات باستمرار، عدم التركيز على النفس والتركيز على فريق العمل بشكل كبير جدا. القيادة بالأساليب الأجايل دي بتساعد على التوائم مع المتغيرات باستمرار في المشروع، لأن فريق العمل هنا بيبقى عنده بيئة جيدة، بيبقى عنده الدعم اللازم، فبالتالي بيبقى proactive أو مبادر، بيتحول من أنه فريق reactive مستني حد يقول له يعمل إيه، لأنه هو اللي بيطلع المشكلات اللي موجودة وبيحلها، هو اللي بيطلع بالأفكار المبتكرة المبدعة الجديدة وينفذها. فالأجايل ليدرشيب ستايل وإيجاد البيئة الداعمة لفريق العمل هي اللي بتساعد على ده. نتيجة تطبيق الأجايل ليدرشيب ستايل أو الأثر بتاعه هو improve team motivation، الفريق بيبقى محفز بشكل كبير ومشارك، يعني engagement التيم، الفريق بيبقى مشارك، لما الفريق بيحس ان هو اللي بياخد القرار وهو المسؤول عن الحاجة اللي بيعملها هتلاقوا ان هو مشاركته بتزيد. يعني الحاجة التانية انه زي ما قلنا انه faster response to changing project requirement، يعني هو نتيجة ان فريق العمل هو بيتحمل المسؤولية وبيبقى مبادر، فبالتالي بيبقى ناتج ده ان في استجابة اسرع لمتطلبات المتغيرة للمشروع. التوجه الثامن برضو والاخير بالنسبة لنا في محاضرة النهاردة برضو مرتبط بالاشخاص، يعني يمكن احنا اخر اتنين اللي هو السوفت سكيلز والتركيز على الليدرشيب ستايلز والسوفت سكيلز بتاعت الفريق، ثامن واحد برضو بيكمله هو التركيز على continuous learning and improvement، يعني ان الاجايل براكتسز لازم تتبنى وتركز على
التعلم المستمر والتحسين المستمر. طبعا لان الاجايل بروجكتس في حد ذاتها قلنا بروجكتس فيها انسرتينتي، فيها عدم يقين، فيها تكنولوجي جديده، فيها حاجات جديده اول مره بتتنفذ، فبالتالي لازم يبقى في تركيز من الفريق ان هو بيتعلم دايما وبيتابع التوجهات وبيتابع احدث الحاجات، و بيسموهم لايف لونج ليرنرز، يعني الناس اللي هي بتتعلم طول حياتها، يعني ما عندوش مشكله ان هو نكون شغالين مثلا بلغه برمجه معينه ننتقل الى لغه برمجه اخرى. يعني فالحقيقه ان هو بقى في تركيز اكبر على بناء ثقافه في الفرق الاجايل، ثقافه التعلم المستمر والتطوير المستمر، ان احنا نبقى دايما بنتعلم وبنطور من نفسنا وبنطور من عملنا ومن البروسس اللي بنعملها. طبعا الاجايل كده كده في جزء من العمليات بتاعته بتشجع الفريق ان هو تو ريفلكت على العمليات وتو امبلمنت تشينجز، ده بيتم في حاجه زي السبرنت ريتروسبكتيف، ان هو الفريق بيراجع طريقه العمل الاجراءات اللي بيتبعها وبيتخذ قرارات وبينفذها خاصة بإزاي نحسن من أدائنا. يعني الحاجة التانية أن continuous learning وimprovement بيساعدها أنه بيبني ثقافة بتساعد على الابتكار والإبداع والتوائم المستمر، يعني أنه الناس تبقى ما عندهاش مشكلة أنها تتعلم حاجة جديدة وما عندهاش تتبنى أفكار جديدة وتطلع بطرق مبتكرة ومبدعة. يعني فده طبعا بيدعم ان دايما بيبقى بنحسن من اداء المشروع بشكل مستمر، فبن اوبتمايز او بن سبورت البروجكت اوبتمايزيشن. يعني اثر طبعا الكلام ده هي فعالية اكبر، كفاءة اكبر على مدار الوقت. يعني حتى دايما لما اتكلمنا عن السيرفنت ليدر مش لازم تبص في حدود المشروع بتاعك، انت بتحاول تطور الفريق بشكل عام حتى بره حدود مشروعك. يعني فبالتالي على مدار الوقت لو انت دايما بتشجع الفرق اللي بتقودها كمدير مشروع على التعلم والتطوير المستمر، هتلاقي ان ده بينتج ليك بimproved efficiency وeffectiveness over time. الحاجة التانية زي ما قلنا فكرة المبادرة في تحديد وحل مشكلات المشروع او تحديات المشروع. فالتحدي الترند التامن او التوجه التامن هو دمج مفاهيم continuous learning and improvement او التطور والتعلم المستمرين ضمن مفاهيم الأجايل وضمن أسلوب قيادة الفريق وأسلوب عمل الفريق في الأجايل انفايرمنتس. كده يبقى احنا غطينا أهم توجهات في مجال الأجايل بروجكت مانجمنت في الفترة الجاية أو في السنوات القليلة القادمة. طبعا التطور ما بيوقفش، وممكن بكرة نلاقي حاجة جديدة ظهرت ونبدأ ان احنا نشوف نستخدمها ازاي لتحسين ورفع كفاءة وفعالية الأجايل انفايرمنتس. فطبعا دي حاجة مهمة جدا زي ما نقول continuous learning and improvement، ان دايما احنا نبقى متابعين ايه التطورات وايه التكنولوجيا الجديدة وايه الادوات الجديدة اللي بتنزل وازاي ان احنا نستخدمها لتحسين ادائنا في المشاريع اللي بنعمل فيها. كده نكون أنهينا المقرر بتاعنا لمادة الأجايل بروجكت مانجمنت إدارة المشاريع الرشيقة. حابب قبل ما أختم مع حضراتكم إن احنا نختم كده ببعض النقاط الرئيسية اللي أعتقد إن هي أهم حاجة نطلع بيها من المقرر ده. حضراتكم طبعا فاكرين الأجايل براكتسز أند بروسيسز هذا الشكل، ده كنا غطيناه في المحاضرة الثانية. ده بيقول لنا أهم الحاجات الرئيسية أو أهم الإجراءات الرئيسية في أي أجايل بروجكت. يمكن دي بتبقى في معظم المنهجيات، هي طبعا أقرب حاجة أقرب منهجية ليها لأن هي أكثر منهجية استخداما هي منهجية سكرام، لكن معظم الأجايل أبروتشز أو ميثودولوجيز بتشتغل برضو بنفس المفهوم، إن أنا عندي برودكت فيجن بعمل منه برودكت رود ماب، من البرودكت رود ماب ده بطلع ببرودكت باكلوج او ليست اوف فيتشرز او ليست اوف يوزر ستوريز بناء على الاولويه منها، ببدا بعد كده اعمل اتريشن اند سبرنت بلاننج، ودي بقى المرحله اللي هي بتبقى اتريتيف او مرحله تكراريه بتتم كل اسبوعين او كل اسبوع او كل اربع اسابيع حسب المده بتاعه كل اتريشن او سبرنت. ببدا ان انا في كل سبرنت منهم بعمل سبرنت بلاننج، بيطلع منه مجموعه من الفيتشرز او اليوزر ستوريز بتروح على الاتريشن او سبرنت باكلوج. ده
كده بيسيجنال او بيبقى مؤشر بدايه السبرنت بتاعي ان انا بقى عندي السبرنت باكلوج. ابدا اشتغل في الدوره بتاعتي لمده من اسبوع الى 4 اسابيع اللي هي السبرنت او الاتريشن بتاعتي. كل يوم بعمل ديلي ميتنج مدته 10 ل 15 دقيقه، كل واحد من فريق العمل بيقول خلص ايه وهيعمل ايه وايه العقبات اللي النهارده وهيعمل ايه وايه العقبات اللي واقفه في طريقه. في نهايه السبرنت او الاتريشن بيطلع ريليس او انكريمنت او فينيشد وورك، اوكي، بنعمل عليه سبرنت ريفيو وريتروسبكتيف، ريفيو مع العميل وريتروسبكتيف مع لفريق العمل نفسه، بنطلع منهم ببعض التعديلات بنرجع نحطها في البرودكت باكلوج زي فيتشرز جديده، تعديل في اولويات فيتشرز، اضافه مثلا طلعت باج او مشكله بضيفها في البرودكت باكلوج لان هي عمل يجب ان احنا نحطه. ف وترجع الدورة تاني للإتريشن أو السبرينت بلانينج إن أنا أبدأ في تاني سبرينت وهكذا. طبعا مع كل إنكرمنت أو ريليس ده بيتضاف إلى المنتج النهائي لحد ما بخلص كل الحاجات اللي في البرودكت باكلوج، أو إن أنا بتخذ قرار إن أنا خلاص هكتفي بهذا القدر، يبقى كده وصلت إلى المنتج النهائي بتاعي. فدي معظم أو دي أهم processes او والترمينولوجيز اللي احنا بنشتغل عليها في الاجايل practices او الاجايل approach. برضو السلايد دي كنا شفناها بكده بتقول لنا ان الاجايل في حد ذاته هو approach او اسلوب. تحت الاسلوب ده في مجموعه من الميثودولوجيز او المنهجيات اللي مبنيه على البراكتسز اللي موجوده في الاجايل ابروتش، من ضمنها لين وكانبان واجايل وسكرام وكريستال واف دي دي واكس بي. ويمكن كان عندنا محاضره كانت اتكلمنا فيها عن اهم المنهجيات دي وقلنا خصائص كل واحده منهم. زي ما قلنا ان معظم الاجايل الميثودولوجيز بتشتغل بنفس الفكر اللي هو يعني incremental و-iterative delivery، okay، ده continuous delivery that adds value للعميل يعني. وقلنا حتى ان احنا ممكن تدمج منهجيتين في بعض، يعني على سبيل المثال هنا زي ما حضراتكم شايفين حاجة زي Scrum Ban هي عبارة عن دمج ما بين Scrum وكامبان، وده يمكن حتى المثال اللي احنا كنا شفناه في المحاضرة السادسة. عملنا سكرام بان، يعني يمكن هو كان استخدمنا سكرام بانينا كالكوليتر مع بعض، او يعني حطينا كيفية ادارة المشروع باستخدام سكرام لبناء مثلا ابليكيشن زي كالكوليتر، وكان من ضمنها ان احنا شغالين سكرام، لكن في ادارة السبرينت اشتغلنا بالكامبان بورد اللي هي اللوحة اللي فيها دي وان ايه اللي لسه في التو دو ليست وايه اللي ورك ان بروجرس بيتعمل وايه اللي فينيشت يعني. فليس هناك ما يمنع ان انت تدمج ما بين جوه الاجايل براكتسز نفسها، انك تدمج ما بين منهجيتين اجايل وتشتغل بيهم في منهجية خاصة بيك انت او خاصة بالشركة اللي انت بتشتغل بيه. حابب ان انا اختم المقرر بتاعنا باول او تاني سلايد اتكلمنا عنها في المقرر، يمكن حتى كان خلال المحاضرة التعريفية بالبرنامج، وهي ايه هو تعريف الاجايل بروجكت مانجمنت. هو اتريتيف وانكريمنتال ابروتش او اسلوب تكراري وتصاعدي، يعني بمعنى ان انت المنتج بتاعك بيطلع فيه اتريشنز في تكرارات، وكل اتريشن بتزود على فيها تصاعد كده، بتزود بتضيف على المنتج اللي كنت طلعته في الاتريشن السابق. الحاجة التانية ان الاجايل بروجكت مانجمنت بتركز على التعاون، المرونة في التوائم مع التغيرات والتطوير المستمر. ويمكن اهم حاجة في تعريف الاجايل بروجكت مانجمنت ان هو it's a mindset، هي طريقة تفكير، هو اسلوب تفكير مبني على values and principles. فأجايل زي ما قلنا هي mindset مبني على 4 values و12 principle موجودين في الأجايل manifesto. ومن الأربعة values من طريقة التفكير دي والأربعة values والاثناشر principle في مجموعة من practices، أوكي، مجموعة من الممارسات، إن أنا بعمل iterations، إن أنا بعمل retrospective أو review، إن أنا بعمل iteration planning، إن أنا
بعمل فيجن. دي كلها براكتسز، والبراكتسز دي كل مجموعة منها بتتحط في صورة منهجية، سكرام زي لين زي كانبان زي اكس بي، كل واحدة بتشوف البراكتسز دي، بتاخد مجموعة من البراكتسز. وشفنا يمكن السابوي ماب اللي بتقول البراكتسز دي بتتفق في ايه، او الميثودولوجيز المختلفة بتتفق في انو بروسيسيز. فكل منهجية من دول واخدة مجموعة من البراكتسز وبتقول هي دي الطريقة اللي انا بشتغل بيها. الحقيقة ان الاجايل لو حضراتكم ابتديتوه ان هو اسلوب تفكير مبني على values و principles وطبقته دول، فانتوا شغالين اجايل. الميثودولوجي مهمة، لكن الاهمية الاكبر ان انا يبقى عندي انا اجايل مايندسيت. في ناس كتيرة بتطبق سكرام، بتطبق افضل ميثودولوجي موجودة، لكن بيطبقوها بفكر ما هوش اجايل، بشكل فكر في ريجيديتي برضو. اوكي، ده ما بيؤديش لنجاح. لكن لو حضراتكم عندكم اجايل مايندسيت، دايما مرجعيتكم هي الاربع values وال12 principles اللي في الاجايل مانيفيستو، و بتحاولوا دايما انكم تلبوا احتياجات العميل، تتوائموا مع المتغيرات الموجوده، تسهلوا العمل على فريق العمل بتاع حضراتكم، تركزوا على بناء العلاقات وعلى التواصل الفعال بين الناس وبعضها لتعظيم الانتاجيه ورفع الكفاءه. كيف انتوا يو ار اجايل. فيمكن اهتمامنا في الاجايل هو بالمايند سيت، اسلوب التفكير اكتر ما هو بالخطوات. حضراتكم ممكن تختاروا مجموعة من البراكتسز من أكتر من منهجية وتقولوا هي دي المنهجية اللي احنا هنشتغل بيها، فليس هناك ما يمنع ذلك from an agile perspective، طالما ده بيساعد على رفع الكفاءة وبيساعد على تسليم value للعميل والتوائم مع المتغيرات بتاعة المشروع بشكل أفضل. كلمة ختمية في نهاية المقرر بتاعنا، إن ياريت حضراتكم تعتبروا ان دي بداية رحلة ليكم في مجال الاجايل وليست النهاية. حضراتكم عرفتوا في المقرر ده، او اتمنى تكونوا وصلت لكم المعلومات الرئيسية عن الاجايل بروجكت مانجمنت والمفاهيم الرئيسية، لكن المهم ان حضراتكم تبدأوا تطبقوا هذا الكلام في الواقع العملي، وتبدأوا تطلعوا بخبرات وتجارب وتحسنوا من اسلوبكم في الاجايل مع كل مشروع انتوا هتنفذوه. الميزه في الاجايل بروجكت مانجمنت ان هو مجال لسه يانج، يعني لسه صغير، ما بقالوش 20 سنه زي ما حضراتكم شايفين، ودايناميك جدا، يعني في تغيرات كتيره بتحصل ليه، فبالتالي دايما في تطورات وتغيرات في توجهات الاجايل بشكل مستمر جدا. فده معناه زي ما قلنا ان حضراتكم لازم تفضلوا متابعين ايه الجديد في مجال الاجايل، وتبداوا انكم تعتبروا انها رحلة بنتعلم فيها اثناء التطبيق. فkeep learning and growing your knowledge وانتوا بتنفذوا، افضلوا دايما زي ما قلنا من التوجهات continuous learning and improvement، دايما كملوا انكم تتعلموا وتقروا الجديد عن الاجايل project management وتحاولوا تطبقوه في مجال عملكم والتطبيق العملي لادارة المشاريع الرشيقة. اللي حابب منكم ان هو يكمل برضو في مجال الاجايل بروجكت مانجمنت، انا حطيت لحضراتكم اهم خمس اورجانيزيشنز او انستتيوشنز في مجال الاجايل بروجكت مانجمنت، اللي هم سكرام الاينس، ويمكن سكرام الاينس هي اكتر او هي المنهج، يعني تعتبر النون فور بروفيت اورجانيزيشن مركزه اكتر على سكرام، وعندهم سيرتيفيكيشنز خاصه بسكرام زي السيرتيفايد سكرام ماستر. تاني طبعا واحدة هي Project Management Institute PMI. PMI طبعا برضو Not For Profit Organization، وهو يعتبر واحدة من المرجعيات الرئيسية في إدارة المشاريع. طبعا هو عنده standards أو معايير خاصة بالtraditional Project Management اللي هو PMBOK أو Project Management Body of Knowledge، ده يعتبر يعني المرجع العالمي الأول في مجال إدارة المشاريع. لكن بالإضافة لكده دخل دلوقتي في مجال، او بقاله سنين في مجال الاجايل، وعمل سيرتيفيكيشن هي الاي سي بي سيرتيفيكيشن الاجايل سيرتيفايد بروفيشنال الخاصه بالاجايل، وكذلك عنده منهجيه الهايبريد اللي هي الديسيبلينت اجايل. فهو طبعا هنا يعني ده كموقع او كمؤسسه او كمعهد هو يعتبر المرجع الرئيسي لإدارة المشاريع سواء كانت أجايل أو غير أجايل تراديشنال يعني.
المؤسسة الثالثة اللي هي سكيلد أجايل، دي شركة خاصة هم اللي عاملين سيف فريم ورك اللي هو سكيلد أجايل فريم ورك اللي هو واحد من الهايبريد فريم وركس، دي برضو من أكبر المؤسسات في الأجايل. وفي الأجايل ألاينس برضو والأجايل ليرنينج لابس، دول أهم خمس مؤسسات شغالة في مجال الأجايل بروجكت مانجمنت. اللي حابب منكم إن هو يكمل في الرحلة بتاعة الأجايل يبدأ يخش، حاطط الويب سايت أو اللينك هنا بتاع الويب سايت، يبدأ يخش هنا ويبدأ بقى إن هو يداونلود الستاندردز بتاعتهم. اللي حابب يبقى ممبر أوكي، هيبقى فيه بلوجز، فيه أرتكلز كتيرة تقدر تعرف منها إيه أهم المستجدات والتطورات اللي موجودة في مجال الأجايل. واللي مهتم من حضراتكم ان هو يكمل طبعا انتوا في المقرر بتاعنا الإدارة المشاريع الرشيقة، اللي بيحب ان هو يكمل في مجال ان هو ياخد professional certificate او شهادة مهنية في مجال الأجايل، برضو زي ما انا حطيت لحضراتكم الأجايل اللي هي الاربع شهادات الرئيسية في مجال الأجايل او اشهر اربع شهادات، PMI اللي هي الأجايل Certified Practitioner وسكرام اللي هو Professional Scrum Master والسيف اللي هو Skilled Agile Framework Agilist و IC Agile اللي هو Agile Certified Professional. دول يعتبروا أشهر شهادات مهنية للي حابب منكم هو يبقى عنده، بالإضافة للمقرر ده يبقى عنده شهادة مهنية في مجال الأجايل. كده نبقى خلصنا المحاضرة بتاعتنا، يمكن أهم النقاط قلنا استعرضنا مع بعض أهم التحديات اللي بتواجه تطبيق الأجايل بروجكت مانجمنت في الشركات زي الكالتشرال ألاينمنت أو محاذاة الثقافة، مقاومة التغيير عند الانتقال للأجايل، تحقيق التوازن ما بين المرونة والتنظيم، وسكيلينج أجايل للمشروعات الأكبر. وتكلمنا عن الكي ترينز او اهم التوجهات في اداره المشاريع الرشيقه زي الاي اي والاوتوميشن، التركيز على تجربه العميل، هايبريد بروجكت مانجمنت، والتركيز على السوفت سكيلز والليدرشيب او التركيز على الاشخاص وتنميه مهاراتهم سواء الفريق العمل بالسوفت سكيلز او الليدرشيب باساليب القياده زي السيرفنت ليدرشيب. قلنا ان الاجايل بروجكت مانجمنت از ا دايناميك ديسيبلين that continues to adapt to evolve، تتطور بشكل كبير in response to changing requirements. وختمنا بان احنا قلنا ان being agile هو اسلوب تفكير مرجعيتك فيه او guided او اللي بيوجهك في اسلوب التفكير ده هو ال values و principles بتوع ال agile manifesto. بالنسبة لحلقة النقاش أنا حاطط لحضراتكم تو فيديوز عن كيس ستاديز أو دراسات حالة عن شركات كانت شغالة، شركات كبيرة زي اي بي ام مثلا كانت شغالة بأسلوب تراديشنال ومرت برحلة ترانزيشنينج تو أجايل أو انتقلت إلى الأجايل. فيمكن دول الفيديوهات دي بتبقى زي ويبينارز بناس من اللي اشتغلوا في إدارة المشروع بتاع الترانزيشنينج تو أجايل ده، بيحكوا لنا عن تجاربهم في الانتقال وإيه الصعوبات اللي قابلتهم في الانتقال من التراديشنال إلى الأجايل أبروتشز. فياريت حضراتكم تشوفوها ونتناقش فيها في حلقة النقاش القادمة بإذن الله. في النهاية أحب أن أنا أشكر حضراتكم جدا، أنا استمتعت بتدريس المقرر ده لحضراتكم خلال هذا الفصل الدراسي، وأتمنى أن أنا أكون قدرت ان انا اوصل المفاهيم الرئيسية اللي خاصة بادارة المشاريع الرشيقة لحضراتكم. واتمنى برضو ان بنهاية البرنامج يبقى فيه مجموعة منكم ناوية ان هي تطبق اجايل بروجكت مانجمنت في الواقع العملي في مجال عملها في الشركة اللي بتشتغل فيها والمؤسسة اللي بتعمل فيها، ويبقى كده نقدر ما بنبقاش ان احنا بنشتغل تراديشنال بس، لا ممكن نشتغل تراديشنال لو احتاج المشروع او اجايل أو حتى هايبريد لو تطلب المشروع ذلك. فأتمنى أكون قدرت أن أنا أوصل النقاط دي لحضراتكم. وفي النهاية بتمنى لحضراتكم التوفيق والنجاح دائما، وأتمنى لكم التوفيق في الاختبار النهائي، وأن أتمنى اللقاء برضو في دورات ومقررات أخرى قريبا إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.